هو ايه اللي ممكن يحصل لو الاكسجين اختفى من العالم لمدة 5 ثواني؟ هتقول لي ايه يعني، ما انا بقدر اكتم نفسي اكتر من 5 ثواني. حتى بص انت يا ابني اللي تتفرج على الفيديو بتجرب تكتم نفسك بتعمل ايه؟ هتشلني. الموضوع اكبر من انك تقدر تكتم نفسك او لا. مبدئيا كده لو الاكسجين اختفى من العالم لمدة 5 ثواني وانت قاعد في البيت فانت هتموت، لان جميع المباني والكباري وناطحات السحاب هتنهار، لان الاكسجين مكون رئيسي في الخرسانة. بس خلاص انت تهرب على الشارع. اما بقى لو انت كنت في الشارع وجسمك اتعرض لاشعة الشمس فجلدك هيتحرق حروق خطيرة جدا، والحروق دي ممكن توصل للموت. بس يبقى مفيش حل غير انك تهرب للميه. يعني انا والله محروق وخايف اقول لك ان مش هيبقى في ميه، لان الميه 33% من تكوينها اكسجين H2O، فبالتالي لو اختفى الاكسجين الميه هتبقى عباره عن هيدروجين حر. في الحاله دي انت ما قدامكش غير انك تصرخ عشان اي حد يجي يلحقك. يقطعني وانا ما قلتلكش؟ ما هو لما الاكسجين يختفي الضغط الجوي هينخفض بنسبه 21%، وده هيسبب انفجار في الاذن الداخليه وفقدان للسمع. يعني لو صرخت لحد هيسمعك ولا هتسمع حد. اما بقى لو يا عم انت هتعرفنا ليه ما تموت وانت ساكت؟